بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي في الاول على مقدمه في التصميم الميكانيكي Introduction to Machine Element. في هذه المقدمه نتعرض لمبادئ يعني ايه هي عمليه التصميم، مبادئ التصميم ايه هي. اول حاجه Design Process، عمليه التصميم نفسها. ايه هي عمليه التصميم؟ عمليه التصميم في الواقع هي عباره عن جزئين. الجزء الاولاني هي عمليه حسابات كالكوليشن، والجزء الثاني هو كونستراكشن اللي هو عمليه التخليق او خلق جزء جديد اللي احنا عايزين في هيئه اللي احنا عايزين نعمله في هيئه منتج او جزء هيقوم بالغرض اللي انا من اجله بصمم هذا الجزء. لو احنا نتكلم دلوقتي اول على الكالكوليشن بروسيس، هنلاقي ان عمليه الكالكوليشن دي اللي عمليه الحسابات دي بتعتمد على مبدأ أساسي، وهو هذا المبدأ بيقول عملية التوفيق بين ثلاث قيم أساسية. لأن في الواقع أنا لما باجي أصمم بيبقى قدامي حاجة من ثلاثة. أول حاجة إن أنا عايز أعمل جزء يشيل حمل معين أو يشتغل يشيل أحمال معينة، أو إن أنا عايز أعمل جزء بأبعاد معينة، او عايز اعمل جزء من خامة معينة. بمعنى اخر ان التلات عوامل بيأثروا في عملية التصميم هما الدايمنشنز او الابعاد واللود اللي هو الحمل والماتيريال بروبرتي اللي هي خصائص الخامة. دول التلات عناصر الاساسية اللي بيتكون منه اللي بتتكون منها عملية الحسابات. بمعنى ان انا عشان اصمم لازم اتنين من التلاتة variables دول، من التلاتة متغيرات دول او التلاتة unknowns دول لازم يكونوا معروفين عندي. يعني انا ممكن يكون عندي حمل معين عايز اعمل جزء يشيله، فاقول ايه، انا عندي حمل وليكن نفترض تورك معين عايز اصمم عمود شافت يشيل حمل معين، فعندي التورك معروف، يبقى عندي اول حاجة الحمل. تاني حاجة لازم اكون انا محدد انا هعمله من خامه ايه، وليكن مثلا هعمله مثلا من ستيل، يبقى انا عارف تاني حاجه خاصيه الخامه، يبقى عندي حاجتين معروفين. يبقى اذا في هذه الحاله من الثلاثه فيريبلز دول انا عارف الحمل ونوع الخامه، وبالتالي يبقى المطلوب مني ان انا بالحسابات المبنيه على الستريس اناليسيس او تجهيل او تحليل الاجهادات او على مقدره الجزء دول على الاحمال، عايز انا احدد ابعاد هذا الجزء. يبقى اذا انا لو عندي الحمل وعندي الماتيريال بروبرتي، يبقى انا عايز احدد ايه ابعاد الجزء. او ممكن المشكله او المساله تكون بطريقه بشكل اخر. ايه هو الشكل الاخر ده؟ ان يكون عندي جزء بابعاد معينه مصنوع من خامه معينه. في هذه الحاله يبقى انا عندي ابعاد الجزء وعندي نوع الخامه بتاعته، وبيبقى المطلوب مني ان انا احدد هذا الجزء يشيل حمل قد ايه، هذا الجزء يشيل حمل قد ايه. ودي اللي احنا بنتعرض لها في عمليه مراجعه الاجزاء الميكانيكيه اللي بتقف تشتغل في حاله السيرفيس وبيحصل فيها مشاكل، فبنقدر عن طريق الحسابات العكسيه دهيا ان احنا نشوف ده الجزء دون مصمم او طبقا اللي موجود عندي ابعاده والخامه بتاعته بيشيل حمل قد ايه، واشوف هل هذا الحمل هو ده فعلا في الواقع بيحصل او لا. والله اذا كان هو يبقى مظبوط، اذا كان الحمل اللي هو المحسوب عندي ده اقل من الحمل اللي الجزء بيتعرض ليه، يبقى في هذه الحاله المشكله اللي بتحصل عندي هي نتيجه ان انا بشغله عند حمل اعلى من الحمل التصميمي. دي الحاله الثانيه. الحاله الثالثه بيكون عندي جزء ليه ابعاد او عندي مكان معين اعمل فيه جزء، عايز اعمل فيه جزء، هذا الجزء بيكون بابعاد معينه ما يتزيدش عن حد معين او ما تقلش عن حد معين عشان يشيل حمل عندي معلوم، وبالتالي انا بحسابات التصميم احدد اعمل هذا الجزء من اي خامه، هل اعمله من الستيل، هل اعمله من الالومنيوم، هل اعمله من كاست ستيل، هل اعمله من الوي ستيل، هل اعمله من حسب الايه الاحمال اللي عندي، احدد ايه نوع الخامه اللي انا استخدمها. يمكن احنا كلنا عارفين المعادله العادي البسيطة بتاعت ايه الحمل العمودي او الاجهاد العمودي الناتج نتيجة حمل عمودي اللي هي الظاهرة قدامنا دلوقتي، اللي هي سيجما تساوي اف على ايه.
المعادله دي في الواقع هي دي بتربط لي الثلاث عناصر اللي احنا اتكلمنا عنهم، اللي هو السيجما دي اللي هي الماتيريال بروبرتي، وهنا بقى عاده بنحط فيها اللي هو ايه الاوبل ستريس اللي هو اجهاد المسموح به، او الوركينج ستريس اللي هو جهاز التشغيل، او ديزاين ستريس اللي هو جهاز التصميم. كل دي مسميات لنفس الشيء اللي هو الماتيريال بروبرتي. واف دي هنا بتمثل لي الحمل، اللود هنا في الحاله بتاعتنا مثلا يبقى نورمال فورس، والاي دي الاريا او مساحه المقطع بتاع الجزء. وبالتالي هذه المعادله بتربط لي التلات حاجات دول ايه مع بعض. وبالتالي فاحنا عاده عندي ثلاثة انونز مختلفين، الربط بينهم او سينكرونايزنج بينهم او ضبط هذه المنظومه المكونه من الثلاث حاجات دول هي دي عمليه الحسابات. لازم يكون عندي اثنين معلومين منهم. في بعض الاحيان لو انا عندي حاجه واحده مع معلومه، يعني نفترض ان انا عندي جزء عايز اصمم جزء معين، عمود يشيل حمل معين، ترك معين، اذا يبقى انا عارف ايه الحمل، لكن انا عارف الابعاد ولا عارف الماتيريال بتاعه هذا العمود ايه. في هذه الحاله لابد قبل بدايه عمليه التصميم حاجه من اثنين، اما افرض ابعاد وبالتالي هيبقى عندي الابعاد معروفه مع الحمل، واجيب من معادلات التصميميه اجيب نوع الخامه اللي انا ممكن استخدمها، او ان انا افرض خامه معينه واجيب لها الابعاد بتاعتها تبقى كام. يبقى اذا ملخص هذا الكلام ان في عمليه الحسابات عندي ثلاث قيم، القيم دول لازم حاجتين منهم تكون معروفين، الثلاث قيم دول اللي هم الابعاد ونوع الخامه او الماتيريال بروبرتي او خاصيه الخامه او مقاومه الخامه لتحمل الاجهادات، والحاجه الثالثه اللي هو الحمل. الثلاثه دول لازم يكون منهم اثنين معروفين، ومن معادلات التصميم بجيب الثالث. لو كان عندي المعلوم واحد بس لازم انا ايه افرض واحد تاني من الاثنين التاني النونز اللي مش معروفين عندي، ومن المعادلات التصميميه اجيب الثالث، وبكده بتتم عمليه الحسابات التصميميه. هنتكلم دلوقتي على انواع الاحمال او تايب اوف لودز. لازم في الاول نفرق بين حاجتين. عاده احنا نقول كلمه لود بيجي اول حاجه بتصل الى الذهن وهي كلمه فورس او القوه، لا حمل غير قوه، لان الاحمال هي في الواقع ممكن تكون قوه او عزم. وبالتالي فالاحمال مش كل الاحمال قوه، ولكن كل القوه احمال. دي في الاول. ولكن في البدايه لازم نعرف ان احنا الاحمال الميكانيكيه اللي احنا هنتعامل معاها، الاحمال اللي احنا هنتعامل معاها هي الاحمال الميكانيكيه. في التصميم الميكانيكي بنتعامل مع الاحمال الميكانيكيه، لان في انواع اخرى من الاحمال مثلا زي الاحمال الثيرمال، الاحمال الحراريه. الاحمال الحراريه ده مش مجالها عندنا، ولكن احنا بنتكلم على الاحمال الميكانيكيه. وبالتالي فالحمل الميكانيكي، الحمل الميكانيكي في الواقع هو ممكن يكون نورمال فورس او شير فورس او بيندنج مومنت او تويستنج مومنت، يعني حاجه من الاربعه دول، اما قوه عموديه او قوه قصيه او عزم انحناء او عزم دوران. القوه النورمال فورس دي قوه بتكون عموديه على السطح. احنا اي جسم عندنا عاده بناخد، لو خدنا مثلا مثال عمود، هنلاقي ان العمود ده بيكون ليه مقطع وليه طول. المقطع بتاعه بيكون موجود في مستوى، هذا المستوى لو اثرت عليه قوه عموديه عليه دي بتبقى قوه ايه اللي احنا بنسميها نورمال فورس. لو القوه كانت ممسيه ليه بنسميها شير فورس. لو كان في عزم بيأثر بشرط ان هذا العزم بيلف حوالين اي محور من المحورين اللي بيشكلوا المقطع ده بيبقى بيندنج مومنت. ولكن لو كان هذا العزم بيلف حوالين المحور الثالث اللي هو المحور اللي هو بطول الجزء، بطول العمود عندي، ده اللي احنا بنسميه التويستنج ايه مومنت. ودي هي الاربع انواع من الاحمال اللي ممكن اللي احنا بنسميها كلها مع بعض الاحمال الايه الميكانيكيه. لكن هنا لازم نبقى عارفين ان هذه الاحمال الميكانيكيه بتؤدي لي الى اجهادات وانفعالات. في منها جزء من هذه الاحمال بيؤدي لي الى اجهادات عموديه، ودي بتبقى مصحوبه بانفعال خطي. يعني ايه اجهاد عمودي؟ المقصود باجهاد عمودي هو اجهاد يؤدي الى احداث لينير سترين او انفعال طولي، بمعنى انه يؤدي الى زياده في الاطوال بتاعت جزء او نقص. يعني بيعمل اما اكستنشن في الجزء يعني زياده في الطول، او بيعمل كونتراكشن للجزء يعني بيعمل ايه نقص في الطول بتاعي. وبالتالي دي ايه بنسميها احنا الايه الاجهادات العموديه. والنوع الثاني اللي جات له الاجهادات القصيه. والاجهادات القصيه دي بتؤدي لي الى
ديستورشن او احنا بنسميها ديفورميشن في الجزء بتاعي، يعني بتعمل لي تشكل في هذا الجزء، ودي اللي هي ايه بتديني استرين. هذا الاسترين بيكون استرين شير استرين، بيكون عبارة عن تشكل في شكل الجزء بتاعي. وبالتالي هم دول نوعين الاجهادات اللي بتعرضوا عني عندي، اللي هو النورمال ستريس والشير ستريس. النورمال ستريس في الواقع بينشأ لي من حاجه من الاثنين دول، يعني الاربع احمال اللي قدامي دول اللي هم النورمال فورس والشير فورس والبندنج مومنت والتويستنج مومنت، اثنين منهم يؤدوا يعملوا لي نورمال ستريس، واثنين منهم بيعملوا شير ستريس. في الواقع اللي بيعملوا نورمال ستريس هم النورمال فورس والبندنج مومنت، دول بيعملوا نورمال ستريس. واللي بيعملوا لي شير ستريس هم الشير فورس والتويستنج مومنت. ولازم نبقى احنا ايه عارفين هذا الكلام، لان ده مهم جدا في تعاملنا مع ايه مع الاجزاء الميكانيكيه بتاعتنا. لما نيجي نصمم لازم نبقى عارفين اي انواع من الاحمال تؤدي لانهي نوع من الاجهادات. دي مهمه جدا جدا. ونلاحظ حاجه دي برضو مهمه، لو الجزء اللي عندي عليه نورمال فورس وعليه بيندنج مومنت، فالنورمال فورس هيعمل لي سترين، والبيندنج مومنت النورمال فورس هيعمل لي ستريس وبالتالي سترين، والبيندنج مومنت هيعمل لي برضو ستريس وبالتالي هينتج عنه سترين. النورمال فورس والبيندنج مومنت هيعملوا لي قيمتين مختلفتين للنورمال ستريس، هاتين القيمتين يمكن جمعهما مع بعض جمعا جبريا، بمعنى اذا كانوا الاثنين تنشن يتجمعوا على بعض، اذا كانوا واحده تنشن والثانيه كومبريشن يتجمعوا مع بعض باشاراتهم، يعني هيلاشوا بعض جزء منهم هيلاشوا بعض. يعني بمعنى اخر ان الاجهادات العموديه الناتجه من النورمال فورس ومن البيندنج مومنت دي يمكن ايه جمعها جمعا ايه جبريا. ونفس الكلام بيتقال على الشير ستريس، برضو الشير فورس ممكن تعمل لي شير ستريس، والتويستنج مومنت ممكن يعمل لي شير ستريس. لو جزء عندي عليه شير فورس وعليه تويستنج مومنت ممكن اجمع الاثنين برضو بتاعتهم طبقا لاتجاهاتهم، لو الاثنين في نفس الاتجاه يتجمعوا على بعض، لو الاثنين عكس بعض بيطرحوا مع بعض وبياخد قيمه ايه اللي ايه الاكبر قيمه. هنتكلم دلوقتي على اللودز جنريتد نورمال ستريس، او الاحمال التي تنتج في الجزء بتاعي او تؤدي الى ايه اجهادات عموديه، اللي هي زي ما قلنا من ميت شويه، اللي هم نوعين من انواع الاحمال اللي هو النورمال فورس والبندنج مومنت. اول حاجه هنتكلم على النورمال فورس. النورمال فورس هي القوه العموديه اللي بتؤثر عموديه على مقطع الجسم اللي عندي، وهي بتاخد شكل من اثنين، اما بتبقى تنسايل فورس او كومبريسيف فورس، يعني قوه شد او قوه ضغط. قوه الشد لما بتنشا عندي بتؤدي الى حدوث انفعال موجب، بمعنى بيحصل فيه زياده في الطول، يعني بيحصل فيه اكستنشن، في حين الكومبريسيف فورس بتؤدي الى انفعال سالب او بتؤدي الى نقص في الابعاد او كونتراكشن. دول النوعين الاساسيين. لو نبص للرسمه اللي ظهرت قدامي دي عباره عن ايه، عن جزء اسطواني سيلندريكال يعني مثلا، وهنعتبره ده اليمنت عندي واتاثر فيه قوه اللي هي بالاحمر لفوق شد قوه بوزيتيف. هذه القوه هتعمل لي في الجزء نورمال ستريس بوزيتيف، يعني تعمل لي اجهاد عمودي موجب لانها بتعمل شد فتعمل لي اكستنشن في الجزء. بس نلاحظ حاجه، لاحظ ان الجسم بتاعي اهو زي ما هو باين قدامي، لا المقطع بتاعه موجود في مستوى، المستوى ده مكون من تقاطع المحورين اكس اكس وواي واي، لان احنا عارفين ان اي جسم عشان يمثله في الفراغ بيمثله بثلاث محاور، المحور اكس والمحور واي والمحور زد. تقاطع المحور اكس والمحور واي مثلا في الشكل اللي قدامي دون ده بيجي لي المستوى اللي هو فيه المقطع، في حين المحور زد اللي هو الايه الاتجاه العمودي. دي هتبقى مهمة قوي بالنسبة لينا واحنا بنتكلم على العزوم سواء البندنج مومنت او التويستنج مومنت بعد كده. طيب لو بصينا دلوقتي لهذا الجزء هنبص نلاقي ايه، وجود القوة العمودية دي بينشأ عشان القوة دي تظهر في هذا الجزء وعشان يحصل فيه سترين. يعني انا لو جبت قلم في ايدي ومسكته بايد واحدة وشديته كده بايدي بايد واحدة وايدي التانية مش ماسكاه خالص، مش هيحصل فيه اي استطالة، لكن لازم عشان تظهر فيه تأثير القوة F الحمراء دي يظهر في الجزء رد فعل ليها اللي هو الايه الاف النازلة لتحت دي اللي هي الصفرة اللي ظهرت قدامنا دلوقتي. وجود القوتين دول مع بعض في عكس على نفس خط العمل وفي اتجاهات
مختلفة أو متعكسة، هو ده اللي بيعمل لي القوة. يعني القوة لا تظهر إلا إذا كان لها رد فعل. وبالتالي لو أنا ماسك ألم في إيدي وبشده بإيدي كده، هو ما أقدرش أعمل فيه أي سترين، ما أقدرش يحصل فيه استطالة. لكن لو أنا بإيد شديت وإيد التانية كنت ماسك بيها الألم والإيد التانية شديت بيها، هنا في الحالة دي هيحصل بين إيدي اللي بتشد والإيد اللي ماسكة الألم من طرفه التاني، هيحصل بين الاتنين فعل ورد فعل. بالفعل ورد الفعل دول هم اللي هيعملوا لي الإجهاد في الجزء بتاعي أو الاستطالة اللي هتحصل في هذا الجزء. وبالتالي القوة اللي احنا شايفينها دي اللي احنا بنسميها الايه، التنسايل فورس. الرسمة اللي قدامي دي دلوقتي، ظهرت قدامي دلوقتي حاليا، دي بتظهر لي قوة أخرى، قوة بس ايه، قوة عمودية ولكنها انضغاط، قوة كومبريسيف فورس. القوة الكومبريسيف فورس دي تأثيرها على الجزء عكس تأثير القوة الأولى، ولكن تأثيرها لا يظهر إلا في حالة واحدة، إلا إذا كان برضو في ليها مقاومة. وبالتالي المقاومة ظهرت هي قدامي اهي، قوة F سلبة طلع على فوق الصفرة اللي تحت دي. وبالتالي لو أنا لو دخلت الإلمنت ده بتاعي برضو ألم، والألم ده إيد الأصفر دون، القوة F الصفرة دي، كمان أنا ماسك الجزء بإيدي من تحت كده وبإيدي التانية شديت من فوق، وليكن ألم مثلا وبشده من فوق، آسف بضغطه من فوق، وبالتالي بين ضغط إيدي من فوق وإيدي اللي مثبت بيها بين الاثنين، نتيجة وجود الفعل اللي هو الأكشن والرياكشن أو الفورس والرياكشن بتاعتها، هيتولد عندي السترين الانفعال السالب، والجزء ده يصبح إيه، مجهد بهذه الطريقة. وبالتالي عشان تظهر أي قوة في أي جسم لابد أن يكون لها رد فعل. نفس الكلام عشان يظهر فيها أي مومنت لازم يكون فيه رد فعل، أو معنى آخر أي حمل ما بيظهرش تأثيره على الجزء بتاعي إلا إذا كان ليه في رد فعل ظاهر عليه. لو جينا دلوقتي لأي واحدة من دول، هنلاقي إن أي قوة من القوة دي سواء كالتنشن أو كومبريشن بتعمل لي نورمال ستريس أو إجهاد عمودي، بيجاب من المعادلة اللي هي سيجما نورمال تساوي زائد أو ناقص F على A. زي ما احنا عارفين ان دايما احنا بنرمز للنورمال ستريس بسيجما نورمال. المعادله مكتوب فيها زائد او ناقص، زائد دي بتتاخد لما يكون قوه اف تنشن، ناقص لما يكون كومبريشن. وبالتالي الاجهاد اللي هنتج عني اللي هو النورمال ستريس ده هيبقى موجب او سالب طبقا لقيمه الفورس المؤثره. لو كان تنشن هيبقى الاجهاد اللي يظهر عندي يبقى اجهاد موجب، وبالتالي لو كانت كومبريشن برضه يبقى الاجهاد ايه، سالب. ودي او دي المعادله دي المعادله الرئيسيه اللي احنا بنستخدمها دايما في حسابات الايه، الاجهاد العمودي المؤثر على اي اليمنت عندي. ونلاحظ هنا حاجه، نلاحظ ان الاجهاد العمودي بيجاب من معادله اف على ايه. هذه المعادلة سيجما تساوي F على A بصرف نظر هي زائد أو ناقص، نلاحظ أن قيمة الـ A دي اللي هو مساحة المقطع، ودي مساحة المقطع ثابتة. يعني أي العنصر اللي قدامي دون مثلا بار بقطر معين ليه إريا معينة باي دي سكوير على 4، الإريا دي ثابتة خلاص، وبالتالي الإجهاد اللي اختلط فيها إجهاد ثابت. ليه؟ لأن مأثر عليها قوة ثابتة ومساحتها مساحة ثابتة، وبالتالي فالإجهاد هو F على A، وبالتالي هذا الإجهاد هيكون إجهاد إيه؟ منتظم التوزيع، بمعنى إن جميع النقاط، لأن أنا لو أبص أحاول أشوف المعنى الطبيعي لمعنى المعادلة بتاعت سيجما تساوي F على A، فلاقي إن الإجهاد ده معناه إيه؟ معناه نصيب وحدة المساحات من القوة المؤثرة. يعني إيه؟ يعني لما بقسم الـ F على إريا، أنا عندي إريا ولتكن 100 وحدة مساحة، وعندي قوة بصرف نظر قد تكون 1000 وحدة قوة مثلا 1000 نيوتن، وعندي الاريا 100 وحدة مساحة. وبالتالي لما بقسم الاف على ايه، بقسم 1000 على 100 يديني 10، 10 دي معناها ايه؟ معناها 10 وحدات قوة، يعني 10 نيوتن على كل وحدة مساحات، كل واحد ملي متر او كل وحدة مساحات من المقطع ده. وبالتالي هلاحظ حاجة، ان هذه المعادلة تعني لي ان جميع النقاط اللي على المقطع عليها نفس الايه؟ الإجهاد. ده مش كده وبس، ده على المقطع ده وعلى جميع المقاطع الموازية ليه، لأن احنا أي عنصر أي جسم عندي أنا بفترض إن هذا الجسم عبارة عن مجموعة من المقاطع اللانهائية. هذه المقاطع لما أحطها ورا بعضها يديني الشكل دون. يعني أنا لو جيت على الإليمنت اللي قدامي دون وقطعته في أي مكان، عديت فيه سكينة في أي مكان، هيديني مقطع.
هذا المقطع هلاقي عليه ايه، وهو سواء كان مشدود بالقوه اف او مضغوط بالقوه اف، هلاقي عليه نفس قيمه تاثير القوه، لان القوه دي ماشيه في الجزء من اول طرفه لغايه اخره من الناحيه الثانيه بين الفعل ورد الفعل، وبالتالي اي مقطع بين الفعل ورد الفعل هلاقي عليه نفس القوه، وطالما انه ليه نفس المساحه هيبقى عليه نفس الايه، نفس الاجهاد. وبالتالي فالمقطع الواحد كل النقاط اللي عليه متساويه في الاجهاد، و اي مقطع من مقاطع بالنسبه للنورمال ستريس هتلاقي عليه نفس قيمه الايه، نفس قيمه الاجهاد برضو. ليه؟ لان جميع المقاطع متماثله، لان كل المقاطع دي اللي وقع بين تاثير القوه اف ورد الفعل بتاعها، المسافه اللي بين الفعل ورد الفعل كل المقاطع اللي فيها عليها نفس الايه، نفس الاجهاد. تاني حاجه هنتعرض ليها دلوقتي اللي هو البيندنج مومنت، لان البندنج مومنت مع النورمال فورس الاثنين بيدوا نفس النوعيه من الاجهادات، وهو الاجهاد الايه، العمودي. اللي مرسوم قدامي دلوقتي ده اليمنت عباره عن جزء اسطواني مثبت من احد اطرافه اللي هو الطرف الشمال، قطره دي وطوله ال. هذا الاليمنت عايزين نعرضه الى بندنج مومنت زي ما هو واضح قدامنا كده. لو جت قوه من اعلى قوة F دي كده على الحرف الأيمن للجزء بتاعي، فدي هتعمل لي فيه بندنج مومنت. قيمة البندنج اللي بينشأ بيتغير من مقطع إلى آخر، يعني المقطع أي مقطع عندي عايز أحسب عنده البندنج مومنت اللي موجود عنده، هشوف مثلا المقطع الأخير اللي ناحية الشمال خالص، فهيبقى قيمة الفورس في الذراع بتاعها اللي هو ال بالكامل هيديني نوع عزم عند نهايه عند الطرف الشمال للاليمنت بتاعي قيمته اف في ال. طبعا قيمه هذا عزم البندنج مومنت، عزم الانحناء اللي بيتولد دهون، بيختلف من مقطع الى اخر. يعني هنبص نلاقي كل ما انا الطول ال ده قل، يعني انا لو دلوقتي سبت المقطع اللي على ايدي الشمال خالص واتحركت عند اي مقطع تاني هتكون المسافة بينه وبين الفورس F أقل من ال، وبالتالي هيبقى قيمة العزم الإنحناء اللي هيتولد عنده هيبقى F في هذا الطول اللي هو يبقى أقل من ال، لغاية لما هوصل لآخر مقطع اللي هو المقطع على إيدي اليمين اللي هو بيأثر فيه القوة F. هنا طول الذراع بتاع العزم هيبقى كام؟ صفر، لأن إيه؟ لأن المقطع نفسه بتعدي به القوة F، وبالتالي فطول الذراع بيساوي F بيساوي صفر، وبالتالي فالمقطع ده هيبقى عنده عزم إنحناء قيمته صفر. طبعا احنا عشان نعمل هذا الكلام بنرسم ما يسمى اللود ديستريبيوشن بتاع البندنج مومنت اللي هو واضح عندي بالشكل ده، هو اللي هو الشكل المثلث ده، هلاقي ان هو الشكل المثلث الاحمر ده، هلاقي عندي التثبيت في اكبر عزم اللي هو اف في ال، وعند الطرف اليمين خالص قيمه العزم بكام؟ بصفر. التوزيع ده هو بيوضح لي ان قيمة البندنج مومنت متغير والعلاقة خطية مع الطول L، يعني هنلاقيه بيساوي صفر على اليمين وماكسيموم فاليو عند الشمال. وزي ما قلنا ان هذا المومنت ده مش هيظهر الا اذا كان الجزء متثبت من على الشمال عشان يظهر فيه رد فعل للعزم اللي هو ناتج نتيجة القوة F الحمراء دي. فرد الفعل لما يظهر في التثبيت لعيد الشمال توتال فيكس دون هيبتدي يظهر ايه؟ البندنج مومنت. وعشان كده احنا يمكن عرفنا في الثيوري اوف ستراكشر عرفنا ان التثبيت توتال فيكسيشن دون، قلنا ده التثبيت ده بياخد ثلاثه رياكشن اللي هو الاكس والواي والمومنت. المومنت عشان يعاكس لي المومنت او يضاد او قيمه العزم اللي ناتج نتيجه القوه اف، ده اول حاجه. والقوه اكس اللي هي بتبقى اللي هو الرياكشن في اتجاه اكس ده عشان لو كان في قوه محوريه او قوه اكس او قوه نورمال، والرياكشن الواي الثالث اللي هو بيبقى مضاد للاف الحمراء دي يعني هيبقى في الفيكسيشن بس من ايه، من اسفل الى اعلى. دي ده التوزيع ده هو ده بيهمنا قوي، لان ده بيوضح لي كل مقطع عليه اجهادات قد ايه. اللي واضح قدامي دلوقتي اللي هو معادلة البندنج مومنت هي F في L، ده يديني البندنج مومنت، والإجهاد المتولد عنها اللي هو السيجما بندنج بتساوي الـ M بندنج X في الـ Y على الـ I. ولاحظ لو بصينا المعادلة بتاعة البندنج مومنت تساوي الـ M في الـ Y على الـ I، هلاحظ إيه؟ هلاحظ
ان البندنج مومنت بتوقف على ثلاث حاجات، ان السيجما، اسف، السيجما بتساوي الام في الاي، ان السيجما اللي هو النورمال ستريس بتوقف على ثلاث حاجات، على البندنج مومنت، وعلى النقطه اللي بحسب عندها اللي هو واي، ده اللي هو بعد النقطه اللي بحسب عندها الاجهاد، وعلى عزم القصور الذاتي اللي مومنت انيشال هو اي اكس. يعني مثلا بالنسبه للصوره اللي قدامنا دي دلوقتي، هلاحظ ان القوه اف بتعمل بيندنج مومنت، بيشد في المقطع من فوق وينزل لتحت، وبالتالي فهذا البيندنج مومنت بيلف حول المحور اكس اكس. عشان كده كتبت هنا في المعادله ايه، ام بيندنج اكس، يعني ام بيندنج البيندنج مومنت بيلف حول الاكس، وبالتالي اي نقطه بحس اشوف بعدها عن المحور اللي بيحصل عليه الدوران الاكس اكس دون، ودي اللي بسميها واي. يعني لو اخذت النقطه العلويه خالص في المقطع اللي هي تقاطع المحور واي واي من فوق مع المقطع، اعلى نقطه، النقطه دي الواي بتاعتها اللي هو ايه، الدي على 2، والاي اكس ده الايه، الاي اللي هو المومنت انرشيا بتاع المقطع، وبالتالي هلاقي ان قيمه السيجما بينك دي بتختلف تبقى للثلاثه دول. لكن لو بصيت للثلاث قيم دول اللي هو قيمه البن الام بيندنج والواي والاي، الاحظ ان عند السكشن الواحد، عند السكشن الواحد وليكن مثلا السكشن اللي عند التثبيت، هلاحظ ان عنده ايه، عنده قيمه البيندنج مومنت بجيبها من اللود ديستريبيوشن من المثلث المرسوم تحت ده اللي هو اف اف ال، هلاقي الام بيندنج اف اف ال. لكن عند اي مقطع تاني هلاقي ان قيمه البيندنج ده هو اقل، وبالتالي فقيمه السيجما هتختلف من مقطع الى اخر، وبالتالي اقصى قيمه للام بيندنج ام اكس اللي هي عند التثبيت، لما بتكون قيمه الام بيندنج اكس بجنب اف اف ال اللي هو عند الايه، التثبيت اللي على ايدي الشمال، وواي دي بتديني النقطه برضو اللي بيحصل عندها الايه، التثبيت. لاحظ ان عند السكشن الواحد واي دي ممكن تكون متغيره، يعني اي نقطه على السكشن دي ليها واي معين، يعني اي نقطه موجوده على المقطع ده هو انا ليها بعد عن الاكس اكس، ممكن تكون واقعه على نفس الاكس اكس وبالتالي الواي هتبقى بتاعتها بتساوي صفر، او تكون اعلاها او اسفله. اعلاها او اسفله هل نديها زائد وناقص؟ ايوه بنديها زائد وناقص. طب هل الزائد هو فوق والناقص تحت؟ لا، هنا الزائد والناقص بتوقف على اتجاه البندنج مومنت، يعني القوة اف دهيا اللي مرسومة دي بتأثر في الاليمنت من اعلى الى اسفل، وبالتالي فهي على المقطع ده هو بتتحرك من اعلى الى اسفل، يبقى معنى كده ان السهم بتاعها بيلف حوالين اكس اكس، وبالتالي فنص المقطع، نص المقطع الدائري ده، النص العلوي هيبقى بيتشد لان دي السهم هتبقى فيه، وراس السهم هتلاقيها بتضغط في النص التحتاني، وبالتالي فهلاقي ان النص الفوقاني ده كله هيبقى عليه تنشن، النص الفوقاني عليه تنشن والنص التحتاني بتاع المقطع عليه كومبريشن، وعشان كده الواي في النص الفوقاني هتبقى بوزيتيف وفي النص التحتاني هتبقى نيجاتيف، في حين الحاله لو اتعكس وكانت الاف دي بتاثر من اسفل الى اعلى عكس اللي مرسومه قدامي من اسفل الى اعلى، كنت هبص الاقي السهم بتاع البندنج مومنت برضو هتلاقيه بيشد النص التحتاني وبيضغط النص الفوقاني، طالما انه بيشد النص التحتاني يبقى النص التحتاني موجب والنص الفوقاني هيبقى سالب، وبالتالي لو كانت قيمه الاف دي من اسفل الى اعلى هبص الاقي ان قيمه الاجهادات المتولده او قيمه الواي بمعنى اصح بقى في هذه الحاله هتبقى في نص الدائره التحتاني موجب وفي النص الفوقاني ايه، سالب. يعني بمعنى اخر ان الواي دي هي قيمتها كسالب او موجب دي بتتوقف على انهي جزء في الكروس سيكشن عليه تنشن والتاني عليه كومبريشن. وبالتالي نكرر تاني ان الرسمه اللي قدامي دي باف بشكلها الحالي دي اللي هو من اعلى الى اسفل بتاثر في الجسم بتاعي هتديني نص الدايره الفوقاني تنشن والنص التاني كومبريشن، وبالتالي الواي عند اي نقطه في النصف الفوقاني هتبقى موجبه وفي اي نقطه من النصف السفلي هتبقى سالبه، والواي دي دايما بتتقاس من المحور ايه، اكس اكس. نضيف لكده كمان حاجه ان الاي اكس دي للمقطع ده ثابته، ليه؟ لان الاي اكس ده عزم المومنت اوف انرشيا، وليه قلنا اي اكس؟ لان احنا هنا بنحسب الاي للمقطع بتاعي حوالين المحور اللي بيلف حواليه المومنت، والمومنت عندنا هنا بيلف حوالين اكس اكس، عشان كده هنجيب الايه، المومنت للمقطع بتاعي حوالين ايه، اي اكس، وان كان في بالنسبه للمقاطع الدائريه الاي اكس بيساوي الاي واي، لكن كمبدا ان احنا حاطين هنا اي اكس لان ده المحور اللي بيلف حواليه الايه، اللي بيحصل حواليه دوران الايه، المومنت. وبالتالي هيبقى المقطع 1-1 هو ده المقطع اللي عليه ماكسيمم بيندنج مومنت. ليه؟ لان المقطع 1-1 دون عنده البيندنج مومنت عنده عند ال ماكسيمم اللي هو طول الممبر ايه، كل ككل. لكن لو انا تخيلت مثلا ان انا اخدت عند منتصف الممبر، يعني عند ال تساوي ال على 2 من
الحرف اليمين خلاص هلاحظ ان البندنج مومنت هيبقى قيمته اف في ال على 2 يعني يساوي نص قيمه البندنج مومنت الموجوده عند المقطع 1 1. وعشان كده المقطع 1 1 ده بنسميه كريتيكال سيكشن. والمقصود بكريتيكال سيكشن هو السيكشن اللي عنده الاجهادات او الاحمال اقصى ما يمكن. يعني لا احنا السيكشن 1 1 ده الاحمال اللي عنده اللي هو ايه اللي هو البندنج مومنت عنده اقصى ما يمكن، في حين اي سيكشن تاني ده من السيكشن اللي عليه صفر اللي هو على اليمين خالص لغايه قبل السيكشن 1 1 كل السكاشن دي هنلاقي عليها الام بندنج بتاعتها اقل من اللي موجود على الايه على الواحد واحد. عشان كده السكشن 1 1 ده هو اللي احنا بناخده في الاعتبار في التصميم، وعشان كده نرسم التوزيع الاجابات بتاعته اللي هي ايه زي اللي واضحه قدامي دلوقتي. لو بص لتوزيع الاجابات نلاقي ان توزيع الاجابات ده هو عباره عن رسم جرافيكال برزنتيشن للمعادله سيجما بندنج تساوي ام بندنج في الواي على الاي اكس. لما بص للام بندنج والواي والاي اكس الاقي الثلاثه بارامترز دول بالنسبه للسكشن 1 1 في منهم 2 ثابتين اللي هو الام والاي، دول ثابتين لان اي سكشن هلاقي دي اي معينه الاي اللي هي باي دي اس 4 على 64 الام بندنج اللي هو هنا بالنسبه للسكشن 1 1 اللي هو اف اف ال، ويتبقى لي الواي. الواي دي بقى اللي هي متغيره، الواي دي بتديني الكوردينيت بتاع او الكوردينيت بتاع النقطه اللي انا عايز احسب عندها الاجهاد. ابص للنقطة 1 اللي هي النقطة اللي فوق خالص الاقي ان الواي بتاعتها بدي على 2 بوزيتيف. ليه بوزيتيف؟ لان انا عندي البندنج مومنت بيشد فوق ويضغط تحت وده لانه بيتوقف على شكل الفورس اف. النقطة 2 عندها بندنج مومنت كومبريشن وعشان كده الواي بتاعتها بدي على 2 بالسالب. هبص الاقي عند النقطة 1 السيجما بندنج هتبقى الام على الاي مضروبة في الواي اللي هي الواي بقى اللي في الحالة دي كام؟ بلس دي على 2 هيديني بلس سيجما ماكسيموم اللي هي واضحة على الرسم في اقصى اليمين من فوق. في حين عند النقطة 2 يديني ناقص سيجما اكس ماكسيموم اللي هو ايه القيمة السفلية اللي موجودة على الستريس ديستريبيوشن او توزيع الاجهادات اللي موجودة على السكشن بتاعي. الاحظ حاجه بين النقطه 1 والنقطه 2 اي نقطه هيبقى ليها كوردينت واي مختلف لكن هيكون دايما اقل من دي على 2 طبعا بالزائد او الناقص، يعني اقل من زائد او ناقص دي على 2 وممكن يساوي صفر. يعني يساوي صفر امتى؟ لو كانت النقطه دي تقع على المحور اكس اكس زي كل النقاط اللي مكتوب عليها 3 سواء السنتر لاين السنتر بتاع السكشن او على النقطه 3 اللي هي على المحيط من ناحيه اليمين او على المحيط من ناحيه الشمال. كل النقاط دي 3 الاقي السيس بتاعها بكام؟ بصفر. ليه بصفر؟ لان الواي بتاعتها بصفر فلما احط الواي هنا لانها واقعه على المحور نفسه اللي بقيس منه الواي الاقي ان السيجما بندنج بتاعتي ايه؟ بصفر. وعشان كده بلاقي ان الديستريبيوشن بتاعي بيطلع خط مستقيم مايل اللي هو الخط اللي ايه واضح قدامنا ده هو، وده بيديني توزيع الاجهادات بمعنى انه بيديني صوره عن الاجهادات عند كل نقطه على السكشن. لازم هنا نلاحظ ان النورمال ستريس ده هو اللي احنا رسمينه ده اللي هو الناتج من البندنج مومنت بيختلف عن النورمال ستريس الناتج من النورمال فورس. النورمال ستريس الناتج من النورمال فورس بيكون يونيفورم ديستريبيوتد لان انا بقول ان النورمال ستريس ديو تو نورمال فورس بيساوي الاف على الايه اللي هي الفورس على الاريا، وبالتالي بالنسبه لاي سيكشن الفورس بتبقى ثابته والاريا ثابته فهيديني مقدار ثابت. وعشان كده هلاقي ان كل النقاط بتبقى مجهده بنفس الايه المستوى. في حين بالنسبه للبندنج مومنت هلاقي ان نص السيكشن الفوقاني عليه تنشن ونص الثاني عليه كومبريشن، او بمعنى اخر كما قلنا اتخيل ان نص السكشن الفوقاني ده هيطلع لما ابص للمسقط الاليفيشن اللي هو ناحيه الشمال هيطلع لبره يعني يطلع ناحيه اليمين، والنص السكشن التحتاني نص السكشن التحتاني اللي هو نص الدايره التحتاني هيخش لجوه زي شكل بالظبط الايه الديستريبيوشن اللي انا ايه مرسوم على ايدنا اليمين في اقصى اليمين بتاع الايه الاجهادات. ودي نقطه مهمه ونلاحظ ان السكشن 1 1 ده اللي احنا بنسميه كريتيكال سكشن هو ده اللي احنا بنعتبره ايه في التصميم، وهنشوف بعد كده تطبيقات على هذا الكلام. وبالتالي فال اللي هو طول العنصر بتاعه اللي هو اللينس بتاعه بالمليمتر، والدي اللي هو الديامتر بتاعه، الاف اللي هو الفيرتيكال لود اللي هو بينشا منه البندنج مومنت، سيجما ماكسيموم الماكسيموم ستريس اللي بيتولد في الجزء بتاعي وده بيتولد عند الواي ماكسيموم اللي هو عند واي تساوي دي على 2 سواء زائد او ناقص دي على 2 سواء فوق او تحت، والسيجما بندنج دي الستريس عند اي نقطه الكوردن بتاعها
واي اقل من دي على 2. الاي اكس اللي هو المومنت اوف انرشيا مقاس للمحور اللي بيحصل حواليه دوران المومنت. اما الواي فهو ده الكوردينيت بتاع البوينت اللي انا بحسب عندها الاستريس. وده عاده بيكون مقاس من الايه، من الديتم بتاعي، بيبقى المحور بتاع الدوران بتاع البندنج مومنت. هنتعرض دلوقتي لتاني حاجه اللي هو اللودز اللي بتولد عندي اللي بجنريتد شير ستريس، اللي هما حاجتين اللي هما الشير فورس والتويستنج مومنت. بالنسبه للشير فورس عاده الشير فورس في حاله الباور ترانسميشن يونتس، في حاله الشافتس والحاجات دي، احنا بنهمله بالكامل، واللي هو الشير ستريس نتيجه الشير فورس بنهمله بالكامل، لكن هنبقى نشوف ايه الكلام ده بعد كده. المهم، هي الشير فورس عباره عن ايه؟ تعريفها عباره عن قوه مماسيه للسطح، بمعنى ان هي بتبقى مش عموديه عليه، يعني قوه بتبقى ماشيه في مع مستوى المقطع ذاته، وبنديها بيبقى ليها اتجاهين، الاتجاه الكلوكوايز والانتي كلوكوايز. الانتي كلوكوايز بيبقى اتجاه موجب، والكلوكوايز دايركشن بيبقى الاتجاه الايه السالب، يعني اتجاه عقرب الساعه بيبقى سالب، والاتجاه اللي ضد عقرب الساعه بيبقى ناقص. وان كنا احنا ما بنحتاجش ايه للاتجاهات كتير في حاله الشير ستريس. ده اول حاجه الشير فورس. لو ما اشوف العنصر اللي قدام اللي احنا خدناه في الاعتبار قبل كده، اللي هو جزء البار اللي هو ليه قطر معين وليه طول معين وعليه قوه اف بتاثر فيه من فوق، القوه اف دي قوه مماسيه، وبالتالي المفروض هتعمل فيه شير. امتى تعمل فيه شير؟ لو كان ليها رد فعل، لكن هي كده لوحدها ما تعملش اي شير، اي ديفورميشن في الشكل. وبالتالي لو ظهر عندي دلوقتي قوه رد فعل زي قوه اف بالناقص دهين، يعني لو انا مثبت هنا من تحت هيتولد قوة F بالناقص. هذه القوة F اللي هي الرياكشن دي للصفرة اللي باللون الأصفر اللي تحت دي، مع القوة F اللي بالأحمر، الاتنين دول مع بعض هما دول هيدوني الشير استرس. ده الاتجاه الأولاني. الاتجاه التاني هو واضح عندي، هو لو كان عندي القوة في الاتجاه التاني هي F بوزيتيف هيا، فدي المفروض برضو هتعمل لي شير استرس لو كان الجزء بتاعي مثبت. ولو كان مثبت هيبتدي يظهر لي رياكشن F بلس أصفر من تحت هو زي اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي، والاتنين دول مع بعض بيدوني الايه التأثير بتاع الشير على الجزء. الشير ستريس عشان نحسبه بنحسبه من المعادلة، اولا بيدينه رمز تاو، وبنحسبه من معادلة تاو يساوي F على ايه، طبعا تاو بلس او ماينس ده حسب ايه اتجاه الايه القوة F. ونلاحظ ان قيمه التاو دي اللي هو الشير ستريس ده احنا بنسميه الافريج شير ستريس، لان نفرقه عن حاجه تانية اسمها الترو شير ستريس. احنا في التصميم الميكانيكي ما بنتعرضش للترو شير ستريس، لكن دايما بنشتغل مع الافريج شير ستريس، وعاده الافريج شير ستريس بيبقى اقل من ترو شير ستريس. ولكن احنا لما بنيجي نشتغل عاده بنستخدم عاده الاوبل ستريس في التصميم، يعني بنشتغل بمعامل امان، وبالتالي ايه الاختلاف بين اختلاف القيم بين الترو فاليو والمين فاليو ما بيفرقش معانا ايه في الحسابات شيء، بيبقى ايه برضو في السيف سايد بالنسبه لينا. والاف اللي هي الابلايد فورس، والايه اللي هي الاريا بتاعه الايه السكشن بتاعي. من المعادله دي بقدر احسب الشير ستريس المتولد. لكن برضو ننوه هنا مرة تانية ان الشير ستريس ديو تو شير فورس ما بنستخدموش غير في حاجات معينة، زي المصاميد اللي بتربط الكابلينجز مثلا، اللي بتربط وهنشوفها بعد كده، زي المسمار، المصامير اللي بتستخدم مثلا في ربط بين جزئين بيتجروا مع بعض، زي في العربية والمقطورة بتاعتها، بين العربية والمقطورة بقى في بنز بيربط الجزء بتاع المقطورة مع العربية اللي بتجر من قدام. المسمار ده لما باجي اصممه بصممه على الشير. لكن بالنسبة للترانسميشن يونتس اللي هو الشافتس، احنا ما بندخلش في الاعتبار الشير فورس، لان تأثيرها ما بيزيدش عن 1/10 إلى 2/10% من قيمة الشير ستريس اللي بينتج من التويستنج مومنت. يعني لما نقارن الشير ستريس ناتج من الشير فورس مع الشير ستريس اللي بينتج من التويستنج مومنت، بنلاقي بتاع التويستنج مومنت عالي جدا، اكتر من 1000 مرة قيمته بالنسبة للشير ستريس ناتج من الشير فورس، وعشان كده بنهمله في حالة الباور ترانسميشن ايه
يونتس. بالنسبه للتستنج مومنت، فالاليمنت اللي قدامي متاثر عليه ببندج مومنت ام تي، وطبعا التستنج مومنت هيديني شير ستريس زاويه زي الشير فورس. عشان يظهر تاثير الام تي دي على الام بتاعي لازم يكون فيه رد فعل، وده اللي هو ظهر عندي باللون الاصفر من الطرف الثاني للعمود، وبالتالي العمود اي سيكشن فيه بين الفعل ورد الفعل بين الطرف اللي ناحيه اليمين والاخير ناحيه الشمال ده دلوقتي تحت تاثير رد الفعل ده، هو مع تاثير الفعل اللي هو الام تي هيبقى فيه هيتولد فيه شير ستريس. هذا الشير ستريس بيتحسب من المعادله تاو ام تي في ار على اي بولر، حيث الام تي هو قيمه التويستنج مومنت المؤثر، الار هو بعد النقطه على السكشن اللي انا عايز احسب عنده شير ستريس، بعد النقطه اللي عايز احسب عندها شير ستريس عن المحور اللي بيلف حواليه التويستنج مومنت. واحنا عارفين ان التويستنج مومنت بيلف حوالين المحور الرئيسي بتاع الجزء اللي هو زد زد، وبالتالي فعند اي سكشن بعد النقطه اللي احسب عندها الاستريس عن زد زد هو ده القيمه ار. وطبعا لاحظ احنا كتبنا هنا ار اللي هي يعني تناسب تكافئ واي اللي كانت معادله النورمال ستريس ديو تو بيندنج مومنت، بس واي كانت محسوبه من اكس اكس عشان كده كنا بنقول واي، هنا بنقول ار لانها بتتقاس في الاتجاه الراديال بالنسبه للسكشن. والاي بولر اللي هو عزم القصور الذاتي حوالين المحور اللي بيحصل حواليه الدوران اللي هو برضو المحور زد زد اللي هو زي في معادله السيجما بيندنج due to twisting moment bending moment. كان الاي بتاعتي حوالين المحور برضه هي كانت اسمها اي اكس لان حول المحور بيلف حواليه البيندنج مومنت اللي هو كان اكس اكس، هنا برضه اي بولر اللي هو حوالين المحور زد زد اللي بيلف حواليه twisting moment ام تي. اي بولر بالنسبه للسكشن الدائري بتساوي 2 الاي اكس اللي هي بتساوي باي في دي اس 4 على 32. قيمة الام تي في الار على اي بولر بتدينا تاو دهيا، واضح ان هي قيمة بتتوقف على قيمة الار، لان عند السكشن الواحد هلاقي ان الام تي والاي بولر الاتنين ثابتين عند السكشن، يعني كل سكشن عند عليه ام تي وليه اي بولر الاتنين ثابتين على السكشن ككل، ولكن النقاط المختلفة على السكشن كل نقطة منها ليها ار. فلو بصينا للشير ستريس ديستريبيوشن اللي ظاهر عندي دلوقتي هلاقي ايه؟ هلاقي ان عند النقطة واحد اللي فوق واللي تحت الار بتاعتي بقد ايه اللي هو بعدها عن السنتر بتاع السكشن ده اللي هو السنتر بتاع الدايره دي، هلاقي ان المسافه هي دي على 2، وبالتالي فدي اكبر قيمه للتاو اللي هي ام تي في دي على 2 على اي بولر اللي تديني تاو ماكسيمم اللي هي ظاهره لي هنا هو ايه من فوق ومن تحت في الشير ستريس ديستريبيوشن. ولاحظ ان جميع النقاط اللي على السيركمفرنس الخارجي اللي هي مكتوب عليها واحد دي كلها بتتساوى كلها في قيمه الار، كل الار فيها دي على 2، وبالتالي هلاقي كلها عليها نفس قيمه التاو بتساوي تاو ماكسيمم. اما السنتر بتاع السكشن دون هو ده اللي هو ليه ار بتساوي صفر، ليه؟ لان السنتر دون على نفس المحور على محور زد زد، وعشان كده قيمه الشير ستريس عنده بتساوي صفر. وبالتالي هلاقي ان كل لو انا جيت من مركز السكشن ده هو ورسمت اي دايره طبعا قيمتها هتبقى اقل من نص قطرها اقل من دي على 2، اي دايره هرسمها هلاقي كل النقاط اللي عليها نفس الشير ستريس، وبالتالي هيبقى الشير ستريس الماكسيمم فاليو بتاعته عندي دي على 2 اللي هو على السطح الخارجي للسكشن بتاعي. وبالتالي في المعادلات اللي فاتت دي كلها هلاقي ان الدي اللي هو كان العمود قطر العمود والام تي اللي هو التويستنج مومنت اللي كان مؤثر، الشير ستريس كان هو تاو اللي هو بينتج نتيجه التويستنج مومنت، والاي بو والاي بي اللي هو الاي البولر مومنت اوف انرشيا وده وحدته مليمتر اس 4، وار اللي هو الكوردينت بتاعت البوينت او احداث النقطه اللي انا عايز احسب عندها الشير ستريس، وطبعا ده بيقاس من المحور اللي بيحصل حواليه دوران المومنت اللي هو عند اللي هو التويستنج مومنت اللي هو يعني من السنتر بتاع السكشن بتاعي.